مصري يعاشر ابنته في رمضان، ولكن حدث شيء صدم الملايين، لن تصدق، سبحان الله. ولكن قبل البدء بالفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنت مسلما اضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو. رجل مصري يروي قصته في المحكمة أمام القاضي عندما سأله: ما الذي دفع بك إلى معاشرة ابنتك؟ فروى المصري قصته. اسمه أحمد، متزوج وعمره 44 عاما، لديه بنت وحيدة وعمرها 18 عاما. قال: كنت جالسا في غرفتي فجاءت ابنتي لترتب الغرفة فأثارتني شهوتي عندما رأيت جسمها وقمت لأفعل الفاحشة معها رغما عنها، فابنتي بدأت تصرخ كثيرا وتضرب بي لكي أبتعد عنها، فإنها كانت لا تقطع فرضا من فروض الصلاة وملتزمة جدا، ولكن الشيطان أغواني وأفتنني وقمت بعمل الفاحشة. وبعد أن انتهيت سمعتها تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فخرجت من المنزل وكنت أمشي مسرعا من صدمة الأمر، ولم أرى أمامي ما فعلته، وأنا أمشي سقطت في حفرة مغطاة بالقش، ولكنني لم أنتبه لها، فسقطت بداخلها ولم أرى سوى الظلام الأسود. فبدأت أشعر في ألم في جسمي، كأنه يقرص بي، فصرخت: لأي أحد ليساعدني؟ وعندما أخرجوني وجدت نفسي ملدوغا 22 مرة من ثعبان كان يعيش داخل الحفرة، ثم أنقذوني وأسعفوني، ولكن الآن أصبحت غير قادر على المشي، فأصاب جسمه الشلل الكامل، وابنتي أبلغت الشرطة عني، وأنا الآن أمام القضاء. فتعجب القاضي وسأله: أنا أتعجب من أمر الثعبان، لماذا لدغك كل هذه اللدغات؟ فابتسم الرجل وهو يبكي وقال: هذه عدد المرات التي عاشرت ابنتي فيها، كانت 22 مرة أيضا. فانصدم جميع الحضور وحكم عليه القضاء بالحبس مدى الحياة ليكون عبرة لغيره، وتعاقب من الله في الدنيا وسيأتي عقابه في الآخرة أيضا بعد موته. ليعتبر الجميع من هذه القصة أن نبتعد عن ما حرمه الله ونقترب مما أحله الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك، فالدال على الخير كفاعله.